السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ انا حبيت اوريكم حاجة عندي يعني في المطبخ. لما باجي اغلي اللبن بحطها فيها عشان هي بتمنع فوران اللبن، اللي هي اللي انتوا شايفينها ديت. حاطة واحدة في اللبن دلوقتي عشان ايه؟ اللبن دايما دي مشكلة عند كل ست، بتحط اللبن وتمشي وتسيبه تيجي تلاقيه فاير. فانا حبيت اوريكم يعني الفوارة ديت اللي هي بتمنع فوران اللبن. اعملوا لنا لايكات واشتركوا في القناة، والسلام عليكم.